سبحان الله. السابعة صباحا وعشرين دقيقة. شنو علاقة الشباب بالانتخابات؟ تعرفوا مستمعين الأعزاء اللي عنا انتخابات في تونس، انتخابات في فرنسا، يعني في عشرات الدول، يمكن أغلب الدول في العالم عندها انتخابات متنوعة. ثم جمعية شبابية مازالت كيف تأسست، ما عندهاش برشا، أعتقد السنة الماضية، اسمها جمعية كلمة، مع مجموعة من الشباب. هاو معنا رئيسة هذه الجمعية، البنت الشابة الجميلة سيرين العاتي. سيرين، صباح الخير. صباح النور ومرحبا لكل المستمعين على الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة باسم جمعية كلمة. مرحبا بك سيرين. الجمعية هذه وقتاش، كيفاش فكرتوا باش تأسوها؟ يعني شنو الهدف من تأسيسها؟ والله جمعية كلمة هي جمعية تونسية متاع شباب، وأهدافها هي المساهمة في ترسيخ ثقافة الحوار بين الشباب، هذا هو، والعمل على نشر ثقافة السلم ولمساواة والتعايش والمشاركة في تنمية ثقافة التضامن. احنا كشباب نحب نشجع الشباب في تونس باش يفكروا شوية في الإشكاليات الكبار السياسية والثقافية والاقتصادية في العالم وفي تونس. صحيح، ولكن الشباب تبارك الله عنا يعني فيه برشا مثقفين ويتبعوا في السياسة ويتناقشوا ويشاركوا في المنظمات والجمعيات، وهذا يعني الحركة متاعكم انتم الجمعية دليل على أن الشباب عنده نظرة مستقبلية باش يثقف روحه بالضبط. باش يتعلم، باش يعرف كيفاش ينتخب ويعرف كيفاش يختار. بالضبط. اليوم اللقاء متاعكم وين؟ في مدينة العلوم في البلانيتاريوم. في مدينة العلوم. وقتاش تبدأوا؟ مع التسعة. مع التسعة. شنو البرنامج النشاط متاعكم اليوم؟ محاضرة حول الانتخابات هكا؟ أيه، الشباب والانتخابات. احنا اليوم عندنا محاضرة على العلاقات بين الشباب والانتخاب. علاش؟ على خاطر العام هذا 2024 هو عام انتخابي، اكبر عام انتخابي في التاريخ. فما 4.1 مليار شخص باش يمشيوا ينتخبوا، 70 بلاد عندهم انتخاب، ومعناتها اشترى السكان في العالم باش يمشيوا ينتخبوا. اما فما بعض من الاشكاليات السياسيه والاقتصاديه اتسيتيرا، من بعض الاشكاليات هذوما فما اشكاليه كبيره على اشكاليه على الشباب والانتخاب. علاش؟ على خاطر فما برشا ناس في تونس توا يقولوا اللي فما عزوف انتخابي وهو قاعد يزيد مع الشباب والانتخابات، ما عادش حابوا ينتخبوا، ما همش ملتزمين اتسيتيرا. اما احنا باش مع جمعيه كلمه باش نحاولوا باش نعطيو فكره واضحه على تحديات الانتخابات ومزاياها وغيالمون لا بارتيسيبيسيون الكتورال نتاع الشباب في تونس وفي العالم ان سيت اني سوبر الكتورال. صحيح، لابد للشباب انه يكون عنده حضور كبير ودور ايجابي في الانتخابات ويعرف كيفاش يتعامل مع هذه الظاهره السياسيه، الانتخابات يعني بصفه عامه. انت قلت لي 4 مليار قداش بالضبط تقريبا في العالم؟ 4.1 مليار شخص. اي يعني عدد كبير. اي كبير برشا، اشترى سكان العالم وفيد. تقريبا اشترى سكان العالم في أكثر من 70 بلد. اكزاكتومون. نعم. أنت سيرين كيفاش ترى أندادك زملائك جيلك أنت، يعني كيفاش ترى كيفاش يتواصلوا مع الانتخابات بصفة عامة؟ والله أنا جو بونس كو فما البعض من الشباب في تونس زادة عندهم العزوف الانتخابي هذا. هو سي فري، صحيح كي نشوفوا في الاستاتستيك اليوم سي ان فيت. اما زيد فما نوع جديد من لونجاجمون السياسي هذا في الحياة السياسية مع الشباب، هو جديد برشا. فما برشا شباب كي ديفين انجاجي مثلا على لي ريزو سوسيو، على انستغرام وفيسبوك. شفنا باغ اكزومبل مع فلسطين، فما برشا شباب في تونس وفي العالم بصفة عامة كي سوسو انجاجي بوستي و بوبليكاسيون ايتترا، ايزون رولي لانفورماسيون و سي كيك شوز كي تري بيان. يعني تقصد سيرين انه فما تطور على مستوى الثقافة والوعي الشباب؟ اكزاكتومون. نعم. اما هو يلزمنا تفكروا اللي الانتخاب هو حق وواجب.
quel que soit الشباب ولغ ولغ نوفو مويان دونجاجمون يلزمهم يمشيوا ينتخبوا على خاطر الانتخاب هو موضوع مهم في حياتنا السياسية كمواطنين بطبيعة الحال. نعم شكرا. إذن سيرين عاتي الموعد نذكر به في 9 من هذا الصباح في مدينة العلوم ومحاضرة حول علاقة الشباب بالانتخابات هكا. شكرا سيرين وتحية لزملائك وزميلاتك في صلب هذه الجمعية.